أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. في إطار التطورات الأخيرة بشأن هارب، هذا المشروع الأمريكي في الألاسكا، كان هناك البارحة في الفيديو، عوض أن يحذفوا الفيديو حذفوا البيان الصحفي الذي اعتمدنا عليه على الأقل في نقل بعض أنشطته. ففورا بعد الفيديو مسحت تغطية رود بايس، أي أن المرحلة الأولى كانت بحذف تحميل التقرير بالنسبة لقدرات آرب، مسح نهائيا. وبعدها مباشرة وبعد نشرنا للبيان الصحفي على الأقل الذي يوضح ماذا كان في أكتوبر من تجارب الآخر، وهذا ما نقلناه في الفيديو الذي اعتبرناه قابلا للحذف، فعلا حذف المصدر، حذف هذا البيان من موقع جامعة ألاسكا. لكن التطور الأساسي كان بتغيير اسم المعهد. فبعد أن ذكرنا بأنه الانستيتوت، بأن الأمر يتعلق بجيوفيزيكال انستيتوت، وجدنا أن الأمر اليوم أصبح له اسم جديد. انظروا إلى الصفحة الأولى كما نشرناها البارحة، واليوم يتغير الاسم جذريا، إذ يصبح المرصد الجيوفيزيائي تحت الشفقي ساغو، ولم يعد هناك اسم جيوفيزيكال انستيتوت، وأصبح الأمر يتعلق بسابر جيوفيزيكال أوبسيرفاتوري. يعني أننا نتحدث اليوم عن تحديد للمهام لا علاقة لها لا بالزلازل ولا بغيرها، أصبح الأمر متعلقا فقط بسبيس فيزيكس، أي بفيزياء الفضاء، وثانيا بعلوم الراديو، راديو ساينسز أو راديو ساينس. يعني أن الأمر يتعلق بتغيير في اسم المعهد من جهة، فلم يعد جيوفيزيكال عموما، أي الجيوفيزيائية بكل مناحيها، والأمر يتعلق بالأرض الآن، لا الفيزياء الفضاء، لم يعد هناك فيزياء الأرض. إذن هذا تطور استثنائي بجميع المقاييس بعد تغيير المعهد. اسم المعهد غير في 24 ساعة وأصبح اسمه ساغو، ولم يعد جيوفيزيكال انستيتوت. هذا هو التطور الاستثنائي الذي حذف البيان. فتجدون البيان الصحفي موجود في جميع المواقع التي أخذت عن ألاسكا يونيفرسيتي من جامعة ألاسكا، وفي نفس الآن لا وجود في الموقع لمثل هذا البيان. إذن هذا هو التطور الاستثنائي، لكن أهم من كل هذا هو التحليل الذي أتينا به، بأن الأمر يتعلق بمؤسسة الجيوفيزيكس أو هذه الجيوفيزيائية، فأصبحت اليوم اسما آخر، مرصدا، وهذا كان متوقعا. وأيضا هذا المرصد خاص بفيزياء الفضاء ولا علاقة له بتأثيراته على الأرض كتجارب على الأقل. إذن هذا هو التطور الاستثنائي بالنسبة لآرب. والأمر أخطر من كل هذا عندما أسقط الجيش الأمريكي، وفي نفس النقطة التي حددناها شمالا، 63 30 و 145 0900. يعني أن الأمر بالنسبة للألاسكا وبعد دخول هذا الذي يشبه تماما حالة تاكسي، حالة سيارة معلقة على 40,000 قدم من أجل تصوير هذه النقطة على وجه التحديد، وبحوالي 512 هوائي اليوم بحالة إضافة، كل هذا أصبح بشكل واضح وبقرار من بايدن بإسقاطه فورا. ما لاحظناه اليوم أن المنضاد الصيني مر من الألاسكا ولم يسقطه الجيش الأمريكي، لأن خطورته لم تكن بنفس الآن، لأن التجسس الآن على آرب، على هذا المشروع. ومجرد تغيير الاسم في 24 ساعة بعد كشف كل خطاطاته انطلاقا من التقرير المحذوف
وبعد ذلك حذف البارحة البيان من الموقع، وبعدها غير اسم المعهد بشكل كامل، وأصبحت الدورة متعلقة بدورة سريعة وفيها مفتوحة لكل الطلبة. لم يعد هناك مفهوم لأن تكون خبيرا، تغيرت المعايير وأصبح كل طالب يمكن أن يدخل في مثل هذه الدورة في غش القادم، مما يعني أن هناك تغيير في الأجندة. أرب اليوم يغير الأجندة وكل ما يتعلق بالموجات، وأيضا بالنسبة للأشعة وتأثيرها الشفقية وتأثيرها على الأرض، وأيضا بالنسبة للزلازل وفيزياء الزلازل. كل هذا تغير نهائيا وأصبح الأمر متعلقا فقط بفيزياء الفضاء. هذا ما يمكن تأكيده اليوم أمام المتابعة، إذ نجد في هذا العاجل تطورين أساسيين. التطور الأول تغيير اسم المعهد، ثانيا إعطاء دورة مفتوحة لكل من له الأهلية في هذا التواجد، بعيدا عن هذه الصفة لسلاح الجو الأمريكي. اليوم يمكن حضور الدورة لكل من يريد، على عكس ما سبق وعكس البروتوكول الذي سقط، هو بروتوكول 2015 بين سلاح الجو الأمريكي وما بين مشروع أرب. اليوم لم يعد هناك مثل هذا الشرط تابع لسلاح الجو، أصبح مفتوحا. إذا دورة مفتوحة من خارج بروتوكول 2015. بفعل هذا التطور يمكن الحديث اليوم عن تخفيف أمريكي لهذه المشاريع، وأهم من كل هذا هو تغيير الاختصاص من الجيوفيزيكس عموما أو الجيوفيزياء عموما بما فيها حالة الأرض إلى الجيوفيزياء الفضاء حصرا. وبالنسبة للراديو فهناك راديو سينسز أو علوم الراديو، وهكذا يمكن اليوم عوض أن تكون هناك ست شعب، الآن فيه شعبتين لا أقل ولا أكثر. وأيضا هناك تطورات كثيرة جدا وتغييرات دقيقة جدا حدثت في هذا المشروع من أجل ملائمته والهروب عن المسؤولية بالنسبة لهارب وجميع تجاربه السابقة، وتغيير مدونة سلوك كلها بكاملها. وأهم من كل هذا أننا لم نعد نتحدث عن الأشعة الشفقية، بل بما تحت سابرورا، يعني أننا نتحدث على ما تحت الأشعة الشفقية، وهذا أيضا تغيير في المجال. إذن تغيير في الأجندة، تغيير في الدورات، تغيير في فتح الدورات، تغيير في البروتوكول، تغيير في الاختصاص، كل شيء تغير في أرب في حدود 24 ساعة ما بين الفيديو وما بين هذه اللحظات. إنها السرعة في إعادة خلط الأوراق بشكل شديد الأهمية. أنا أريد إطلاع الجمهور الذي تابع هذا الفيديو والحذف الذي وقع في البداية للتقرير الرئيس، أيضا بعدها في البيان بعد الفيديو، وأخيرا تغيير كل شيء، تغيير البروتوكول، تغيير مدونة السلوك، تغيير الأهداف، تغيير الاختصاصات، تغيير كل شيء. كل شيء تغير في أقل من 7 ساعات إلى 8 ساعات. هذا يعني أن الأمريكيين شغلون بشكل مكثف جدا، وهذا قوي للغاية. ثانيا أن هناك أيضا في الاتجاه الآخر من يتابع أمريكا بشكل مكثف، والدليل هو حالة الإرسال بالنسبة لما سمي بالجسم الصغير، الطائر 40,000 قدم. كل هذا يعني أن هناك من أراد من الآن معرفة هل أرب بهذه الدرجة؟ نعم، والدليل هو حالة الإسقاط الفوري عندما وصل هذا الجسم الطائر إلى هذه المنطقة. إذن عندما وصل إلى منطقة أرب، إلى الإحداثيات التي ذكرناها قصفت، يعني أي جسم سيقصف.
هذا الذي يعني أن طائرة بدون طيار، أو على الأقل سيارة طائرة، أو أي جسم طائر اختصاصه أن التوقيع لبايدن يأتي فوريا، ويعتقد أن هناك أساسا توقيع أصيل للحفاظ على أرب. هذا هو المؤكد، هو أن الرئيس بايدن موقع على وثيقة لضرب أي هدف يريد أن يصل إلى أرب. الأمر لا يتعلق الآن بسويعات، الأمر أيضا وهنا دقيق للغاية، أن حالة الإرسال بالنسبة لهذا الجسم، أولا حرقوه بشكل كامل ودمروه بشكل خطير جدا، والدليل وأنا في اعتقادي على الأقل وهذه قراءتي الشخصية، أن حالة الإرسال هذه بالتحديد هي إنذار للآخرين، وأن الجسم الطائر هو تجربة من سلاح الجو الذي خرج من جيوفيزيكال انستيتيوت بروتوكول 2015، الآن خرج منه المعهد، وأيضا كل البحوث الجيوفيزيائية، البحوث الجيوفيزيائية للمركز الآن فيه على الأقل إخفاء للمحرك الرئيس، أولا القوات الجوية الأمريكية، هذا مهم جدا بالنسبة لآخر التطورات. والأهم من كل هذا أن التجارب الآن على أقل تقدير بالنسبة لهذه الدورة والدورة القادمة لن يكون بنفس السرعة والأهمية والديناميكية، لهذا فتغيير لكل ما يجري في أرب كان واضحا أنه سيخدم وبشكل كبير جدا أمريكا التي عطلت جزئيا. أنا متأكد أن مثل هذا المشروع لا يمكن إلا أن يتواصل بشكل سري في منطقة ما، في بجهة ما، بجهة تمويلية ما، لا يمكن لهذه المشاريع التي طورت وبشكل مكثف جدا إلا أن يأخذها الجيش. الأمر يتعلق بالقوات الجوية، الآن في حالة فصل لبروتوكول 2015، فجميع المشاريع السرية العالية السرية أخذها مباشرة الشريك، أي ستعود للثكنات وستعود من خارج الجامعات، ستعود للثكنات، ستعود للأكاديميات المتخصصة، وأيضا للدورات السرية في هذا المجال. ففصل بشكل كامل ما بين البحوث في أرب على وجه التحديد وما بين سلاح الجو الشريك لأرب، وهذا الذي يمكن توقعه، لهذا أصبح المشروع العسكري أقوى بكثير لأنه سيدخل السرية وفي باب الثكنات بعيدا كل البعد عن الانفتاح على الجامعة، لأن هذه الجامعة كانت امتدادا للقوات الجوية الأمريكية، هذا أمر واقع. لهذا فالتطورات الأخيرة في 24 ساعة الماضية تكشف إلى أي مدى نرى بشكل واضح أن هناك الحذف فقط. الصورة التي تظهر بها الآن أمريكا أنها تحذف تقريرا وبعدها تحذف بيانا صحفيا متعلقا بالتقرير، ثم بعدها تحذف أيضا بيانا في دورة أكتوبر لهذه الانستيتيوت هذه الجديدة والتي تسمى الآن ساغو، وهو ما يعني أننا أمام إعادة تأطير كامل لمثل هذا المشروع الذي يريدون منه أن يعود للثكنات وأن يصبح عاديا. وآنذاك يمكن أن نؤكد وببساطة شديدة أن الحالة التي كان فيها متهما أرب هناك التبرئة من خلال هذه الخطوات العملية والتغييرية بالنسبة لأرب. أرب لم يعد أرب السابق، هذا ما يريد الأمريكيون إيصاله للجميع. نحن ننبه على أننا نتحدث عن النسخة القديمة، عن النسخة إلى حدود البارحة، هذه النسخة التي نتحدث عنها الآن أصبحت نسخة أخرى، هذه لديها آفاقها، لكن مشروع
أرب عاد إلى الثكنات. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.